برضه مرض من ضمن الامراض المعديه للانسان الرينج ورم. ايه هو الرينج ورم ده؟ ده فطريات بتسيب الكلاب والقطط، بس اكتر الناس اللي بتيجي في العياده هنا بتبقى جايه قطط. الفكره كلها الناس بتتفاجئ ان القطه في حته نحلت منها شعر، او الشعر ما بقاش موجود في الوش او في الودان او في الرجلين، كل ايا كان المكان اللي موجود بيبقى ما فيهوش شعر. طب ايه علاماته وانا اخلي بالي ازاي؟ هو ليه طبعا اي حاجه لازم تتشاف الاول وتتكشف عليها، ما ينفعش لمجرد ان نوحد كلام وهو ده المرض نفسه، لا. بس في علامات اخلي بالي منها وابدا اشك، والدكتور هو اللي بياكد لي. مكان ما فيهوش شعر وفي قشر ابيض خفيف قد يكون فطريات بنسبه كبيره، فبالتالي اتوجه للدكتور هو يكشف، قال لك ان دي فطريات او قال لك ان ده فطريات، ابدا اخذ احتياطاتي لان هي معديه للانسان. طيب هي معديه للانسان ازاي؟ هي الفكره كلها انا بلعب مع القطه او كده، فبالتالي القشره بتجيلي على الجلد وبتعمل لي اصابه فطريه في جلدي. بتبان على انها هي حاجه عامله زي الكوين، تمام، او زي الجنيه المعدن. بتبقى دايرتها حمراء وبتهرب، بتخليني احس ان انا عايز اهرش جامد، وبالتالي هي كده اتنقلت لي الاصابه دي. طب هي جت اصلا القط منين؟ الموضوع ده موجود بكثره جدا في قطط وكلاب الشارع. انت مثلا بتحب كلاب الشارع او قطط الشارع او بتحب الحيوانات عامه، فبتحسس على كلب او قطه في الشارع، وبعد كده طلعت لعبت مع الكلب بتاعك او القطه بتاعتك، او هدومك اتمسح فيها كلب او قطه في الشارع، وبالتالي انت خدت الميكروب بطريقه غير مباشره نقلته للقطه او الكلب بتاعك. بتتفاجئ بعدها مثلا بثلاث اسابيع لشهر بدات قطتك او كلبك عملوا الاعراض دي وانت مش فاهم جات لك منين او جات للحيوان بتاعك منين. وبالتالي انا لازم اخلي بالي، اتوجه بسرعه للدكتور علشان يشوف يتاكد ان دي اصابه فطريه. لو اكد لي دي اصابه فطريه الحيوان ده بيتعزل، لان انا لو عندي قطه وكلب في البيت او اكتر من قطه لازم ابدا اعزل القطه المصابه لان هو معدي للقطط والكلاب الثانيه، وابدا اعالجها بسرعه وابدا البس جوانتي وانا بتعامل معاها، لان هي بتعديني انا بحاجه اسمها اللي هي رينج ورم او الاصابه الفطريه.